السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم إن شاء الله جات لكم فيديو جديد وحيل منزلية رائعة ومهمة بزاف، غتحلك عدة مشاكل ديالك اللي كتعاني منها يوميا بالأخص في الأحذية. خليك معايا للآخر باش تكتشفيها لأنها فعالة وهائلة. وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم، وإلا عجبتكم هذه الحصة ما تنسونيش باللي لايك والبارتاج. واللي كيهمو الأمر وبغى يكتشف هاد الحيل السحرية والفعالة، معلي إلا فيديو تا الأخير وفرجة ممتعة. غندوزو لأول حيلة وأول مشكل اللي غنعالجو بإذن الله هو المشكل ديال هاد السميلة هادي. كيفاش نحافظو عليها تبقى معنا نقية وتبقى برائحة يعني طيبة ورائعة، وأنها ما تسخش معنا وما تطلقش لينا فيها الجوارب، بالأخص الجوارب السوداء أو أي جوارب لونها غامق. بالنسبة للحيلة شنو كنحتاجو؟ كنجبدو هاد السميلة ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنجيبوا واحد القطعه ديال الجوارب اللي كتكون في يعني في الطول قدها، ما خصهاش تكون شيطه عليها وما خصهاش تكون صغيره عليها، يعني خصها تكون قطعه ديال الجوارب اللي قدها قد السميله. وغادي نحاولوا اننا ندخلوها في هاد السميله هذه اللي بثلاثه هي قشره بهذا الشكل هذا، يعني خصها تكون في القياس ديالها. غادي نجيبوا هاد السميله ديالنا وغادي ندخلوها في الحذاء ديالنا بهذا الشكل هذا، يعني تخيلوا معايا يعني كنحميوها نهائيا من الاتساخ، انها كتبقى معنا جديده بهذا الشكل هذا. ما كنبقاوش دائما اننا خصنا نغسلوها، بالاخص اننا الا بغينا نزيدوها اكثر واكثر اننا كناخذوا هاد الجوارب ديالنا وكنملؤوها بشويه ديال الطالك بهذا الشكل هذا. مثلا هاد الجوارب ديالنا كنحاولوا اننا نرشوها بالقليل من الزيوت العطريه بهذا الشكل هذا، قليل فقط قطرات باش انها تبقى معنا معطره، لاننا كنلبسوا جوارب اخرى وكندخلوها في هاد الحذاء ديالنا بهذا الشكل هذا، وكيبقى الحذاء ديالنا جد رائع وكنحافظوا عليه من الداخل كذلك، وكيبقى معنا معطر وهائل. وما تخافوش انها تقولوا ما غاديش ترتاحوا، للعكس يعني كتحسوا بواحد الدفء وبواحد الراحه هائله، ما كتحسوش بشي تغيير نهائيا عن تجربه. وبالنسبه للحيله المواليه كيفاش نتخلصوا من الروائح الكريهه بالاخص في الاحذيه الرياضيه؟ اول مكون سحري وفعال للتخلص من الرائحه هو العرق، وهو هاد البودره هادي ديال الاطفال، هادي ما تخطاكمش لانها فعاله ومجربه. وبالنسبه للمكون الثاني اللي هو بيكربونات الصوديوم، كذلك فعاله 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 في امتصاص الروائح والقضاء على العرق. الاضافات اللي كنضيفوا لهاد البيكربونات الصوديوم، اما هاد البودره هادي ما كنضيفوا لها حتى شي حاجه. بالنسبه للبيكربونات الصوديوم الا بغيتوها تزيدوا وتعطيكم رائحه جميله، ممكن تضيفوا لها قطرات من هاد الزيوت الاساسيه. بالنسبه للطريقه شنو كنديروا؟ هاد البودره هادي يعني من الاحسن انكم الا بغيتوا ديروها في الليل ديروها، بغيتوا ديروها يعني يوميا قبل ما تلبسوا الحذاء ديالكم، كترشوا شويه ديال هاد البودره هادي وكتحاولوا انكم توزعوها على الحذاء كامل، يعني كتكون فيها واحد الرائحه الجميله وكذلك تتمص هذيك الرائحه ديال العرق. وبالنسبه كذلك لهذا الحذاء وبالمثل غادي نديروا ليه حتى هو، ممكن اننا نديروا ليه هذا طالك هادي، او ممكن اننا نديروا ليه بيكربونات الصوديوم، نضيفوا لها قطرات من هذه الزيوت الاساسيه كما كتشوفوا معايا. يعني كتحاولوا انكم تخلطوا هاد الزيوت الاساسيه، وبالاخص الا درتوها في شي بلاستيكه، نحاولوا اننا نرشوا الاحذيه الرياضيه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا نوزعوها عليهم بالكامل بهذا الشكل هذا. اشنو كنديروا الا كان عندنا شي حذاء يعني فيه الرائحه مجهده بزاف وبغينا اننا نعطروه وتبقى هاد الرائحه يعني ما تمشيش لينا هكا في الهواء، شنو كنديروا في الليل؟ كتاخدي على الحذاء ديال ولادك وتديري ليه هاد الطريقه هذه، وكتدخليه في واحد البلاستيكه بهذا الشكل هذا. حاولوا ان البلاستيكه يعني تكون كبيره على الحذاء، وكتزمتوا عليها كتسدوا عليها وكتخليوها تبات ليله كامله. يعني تخيلوا انه كيولي واحد الرائحه جميله في الحذاء، وكتخلصوا من هذيك الروائح الكريهه. ومن الاحسن انكم دائما تشوفوا الابناء ديالكم يمشيو للدراسه ديروا لهم طالك في الاحذيه، نهائيا كتخلصوا من هذيك الروائح. ولكن نصيحتي انكم دائما تبدلوا الجوارب، الجوارب تبدلهم الصباح والعشيه باش دائما نجليكم يبقاو برائحه طيبه. كنتمنى الحيله تفيدكم.
وبالنسبة للحلة الموالية، إلا شريتي شي حذاء لالة وجيتي للدار وحسيتي به أنه مزير، يعني كتدخلي فيه الأرجل ديالك وتحسي ما كتحسيش بالراحة نهائيا، أشنو غادي ديري باش أنه يولي متسع معاك؟ هادشي اللي دوك الساشيات اللي كيكونوا عندنا تو الحانوت، يعني كيكونوا نقاية كنشريو فيهم هكا الماشي، أي حاجة شريتي فيهم تجيب بهم كتجمعيهم، او الجوارب كتحاولي انك تجمعي واحد المجموعه ديال الجوارب او الجرائد او اي حاجه انت متوفره عندك، كتحاولي انك تعمري الحذاء ديالك بهذا الشكل هذا باش انك تزيدي ليه في الفورم ديالو. كنجيبو المجفف الشعر وكنحاولوا اننا نسخنوه من جميع الجوانب، يعني كندورو عليه من جميع الجوانب بهذا الشكل هذا، سواء هذا الحذاء سواء هذا الحذاء، يعني كنديرو نفس الطريقه وكنبقاو نمشيو عليه بهذا الشكل هذا حتى الحذاء ديالنا كنحسو به انه سخن، وكنخليو فيه هاد تخليوه يبات فيه ليله كامله، وفي الصباح كتحيديه لالا وكتلبسي كتلقاي الصباط ديالك يعني طلق بواحد الطريقه اللي رائعه. كنتمنى الحيله تفيدكم. وبالنسبه للحيله المواليه، كيفاش نحميو الاحذيه ديالنا من الماء هكا في فصل الشتاء، وكيفاش كذلك نحميوها من دوك التشققات، وكيفاش كذلك اننا نلمعوها في نفس الوقت. بسيطه، يعني مكون متوفر في جميع البيوت بارخص الثمن اللي هو فازلين. شنو غديري؟ غتاخدي الاحذيه ديالك، اولا غتمسحيها من الاتربه، كما كتلاحظوا معايا غتمسحوها مزيان من الاتربه من الغبار، وغتجيبوا واحد الكميه ديال الفازلين وغادي تطليو الاحذيه ديالكم بهذا الشكل هذا، وغادي تحاولوا انكم توزعوها تكون كميه كثيره باش تحميوها من الشتاء، وكتحاولوا انكم تمسحوها في الاخير، يعني ما تخليوش هذاك الفائض. غنديروا دابا تجربه على الماء، يعني واخا يقطروا علينا بعض القطرات ديال الماء، لاحظوا كيبقى الماء فوق الحذاء، يعني نهائيا فازلين كتعزل الماء، ما كتخليهش نهائيا يخسر لك الصباط ديالك، يعني فكره هائله ومجربه من سنين. وبالنسبه للحيله المواليه باش تهني لالا من هذا المشكل هذا، ولي بوت ديالك ما يخسروش معاك ويبقاو في لافورم ديالهم، وما يديروش هذوك التنيات يعني اللي كيكونوا دايرين باش تخلصي من هذا المشكل هذا، سهله يعني فقط قرورات هكا، ما تلوحيهمش هادو ديال الماء هائلين وفعالين في هذا المشكل هذا. اشنو غنديروا؟ غناخذوا القاروره ديالنا، غادي ناخذوا البوط ديالنا، واخا يكون طويل هذا راه طويل البنات بزاف، انا نوري لكم، ومع ذلك يعني ارتحينا من هذا المشكل. لاحظوا معايا، يعني القاروره هناتنا وخلت لينا البوط ديالنا كما تيكون في المحلات فاش كيكون يتباع، يعني كيبقى محافظ على لا فورم ديالته وما كيخسرش معنا نهائيا. نفس الشيء تنديروا كذلك لهادو اللي قصار، يعني كاع لي بوط ديالكم باش انكم تحميوهم ويبقاو في لا فورم ديالهم كلهم، ما عليكم الا بهاد القارورات هادو، يعني فعالين وغيفيدوكم باذن الله في الحفاظ على الاحذيه ديالكم. وندوزو للحيله المواليه متعلقه بالاحذيه الرياضيه، كيفاش ننظفوها من برا. بالنسبه لهذا المكان هذا كنستعنو فقط بالخل، الخل، وكنجيبو واحد البونجا او اي حاجه نتوما كتمسحوا بها، كديروا بعض القطرات ديال الخل بهذا الشكل هذا، ما كديروا لا ما لا والو، ولكن في الاول كتمسحوهم من الغبار، وكتحاولوا انكم تمسحوا الاحذيه ديالكم بهذا الشكل هذا، يعني كتولي معكم لامعه وكتحافظوا عليها وكتولي جد رائعه كما كتشاهدوا معايا، كتحميو الاحذيه ديالكم بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا الخل كيفاش كيردها، يعني كتولي لامعه. وبالنسبه لهاد السميله هذه التحتانيه هذه، كيفاش اننا بالاخص هاد البيضه، اذا كانت بيضه احسن افضل طريقه، غادي نخليكم الرابط كذلك اسفل هذا الفيديو ديجا تقاسمتها معكم، وهي معجون الاسنان. بالاخص خصو يكون بيض، يعني معجون الاسنان خصو يكون بيض، كديريه في هاد الجوانب هادو، وكتجيبي الشيته ديالك وكتحاولي تبلليها بواحد شويه ديال الماء وكدوزي على هاد الجوانب هادو. اسهل واسرع طريقه باش كننظفوا هاد الجوانب هادو هما معجون الاسنان والشيته، جهي لهم الاحذيه ديالهم جديده في دقائق بدون مجهود. ندوزو للحيله المواليه، بالنسبه للاحذيه اللي ميمكنش اننا نصبنوها، يعني كننظفوها فقط، كيفاش ننظفوها من الداخل؟ عندنا جوج مكونين، عندنا هاد لانكول هذا وعندنا الخل. اللي متوفر عندك لالا مسحي به، ممكن انك ديري قطرات من الخل في اي بونجا عندك ولا اي قطن ولا بابي ديال المطبخ ولا اي حاجه، وتتشدي الاحذيه ديالك وكتحاولي انك تمسحيها من الداخل مزيان، يعني كتحاولي تمسحي كاع الاماكن، وبهذه الطريقه هذه كتكوني نظفتي الاحذيه ديالك بواحد الطريقه جد رائعه.
ويمكن كذلك انكم تستعملوا لانكولي، استعملوا غير واحد فيهم ومسحوا الاحذيه ديالكم بهذه الطريقه. هذه كتكون رائعه وفعاله، وممكن كذلك تمسحوا حتى الاحذيه الرياضيه بنفس الطريقه. وبالنسبه للحيله المواليه، الا جبنا الاحذيه ديالنا هكا سردت معنا، قاسها لينا الماء في الشتا، اشنو غديري؟ ديري بزاف ديال الطرق، سواء غادي تجيبي هاد البابي هذا ديال المطبخ اولا الجرائد، وغادي تملئي بهم هاد هاد الاحذيه ديالك، وتملئيهم مزيان بهاد الورق هذا، غادي يشرب لك داك البلل اللي كاين في الداخل كامل. وثاني حيله انك غادي تجيبي مجفف الشعر، وغتحاولي انك تنشفي الاحذيه ديالك من الداخل مزيان، وتحاولي كذلك انك تنشفيها من برا، اولا الا عندك شي سخان كتحاولي انك تعلقي الاحذيه ديالك في واحد المكان باش الحذاء ديالكم ينشف معكم وما يديرش الرائحه نهائيا. وبالنسبه لهاد بابي ديال المطبخ اللي كنحاولوا اننا نديروه باش انه ينشف لينا الاحذيه، فاش كنحيدوه كنجيبوا واحد بابي اخر، وكنحاولوا اننا نديروا فيه بعض القطرات من الزيوت الاساسيه، وكنحاولوا اننا نرجعوهم للحذاء بهذا الشكل هذا، وكنرشوه بطالك باش انها الا بقى لينا فيه شي بلال ما تشربوا لينا، يعني تنشفوا لينا مزيان، وكنخليوه هبات ليله كامله. وفي الاخر كنلبسوا الحذاء ديالنا، يعني كيكون ناشف معنا ومعطر ورائع، وما كتبقاش فيه الرائحه نهائيا. كما كتعرفوا الاحذيه الا ما نشفاتش فهاد الفصل هذا ديال الشتاء كدير الريحه. بهذه الطريقه هذه قل وداعا لديك الرائحه. كنتمنى هاد الحيله تفيدكم. وبالنسبه لاخر حيله واخر مشكل اللي غنعالجو باذن الله، وهو هذا ديال السيور ديال الاحذيه ديالكم، كاين بعض المرات كيتحل معنا وكنلقاو مشكل باننا ندخلوه، يعني ما كيبغيش يدخل معنا. شنو كنديرو؟ كنجيبو غير سكوتش، يعني كنجيبو السكوتش ديالنا وكنحاولو اننا ندوروه على هذا المكان هذا مزيان حتى تنحصلو على القياس اللي حنا بغينا، كنقطعوه كنقطعوه بالمقاس ديالنا، وكنحاولو اننا نضغطو عليه واحد شويه كيرجع بحالو بحال هذا، يعني كنصلحوه بطريقه بسيطه وبشيء متوفر عندنا في البيوت ديالنا. كنتمنى هاد الحيل البسيطه اللي تقاسمت معكم اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم، وانها تهنيكم من المشاكل ديال الاحذيه، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات الرائعه ديالكم. و الى عجبتكم هاد الحصه ما تنساونيش بلي لايك اللي كيشجعوني، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائده تعم. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه، وشكرا على المتابعه.